يقول الحديث النبوي الشريف: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وتعد أصعب المراحل التي تمر على الأسرة هي التي تكتشف فيها ما أصاب طفلها. في التقرير التالي، أم تروي قصتها مع ابنيها التوأم وكيف كان رد فعلها بعدما لاحظت الاختلاف بينهما ثم اكتشفت حالة التوحد. وقد أصرت هذه الأم ألا تكشف عن نفسها لظروف عائلية ومجتمعية، وبالطبع تحترم الآن رغبتها. ولكننا سنذيع التقرير في إطار الحرص على التوعية بالتوحد من خلال التعرف إلى تجربة هذه الأم. الموضوع بدأ لما ابني تأخر شوية في الكلام وكان عصبي شوية. هو أخوه توأم، فكنا بنقارن، ففي اختلاف كبير، بس كنا نقول هي ستيل صغير يعني، فخلينا نستنى ونشوف. بعدين الموضوع طول، بقى في فرق كبير ما بينه وبين اقرانه في الكلام وفي السلوك. ودينا دكاترة كتير، كلهم كانوا يقولوا في يعني علامات توحدية. طبعا كانت فترة صعبة، لأن أول مرة نسمع عن التوحد، وفجأة أنا وزوجي دخلنا على الإنترنت ونسأل ونشوف إيه التوحد، إيه أعراضه. لقينا أعراض كتير موجودة في الولد يعني، وفي ناس كتير جدا في العالم بيشكوا من نفس المشكلة. بدأنا نشوف ايه الخطوات العلاجية اللي ساعد. ان ابني سنه صغير، يعني 3 سنوات، فكان اوكي. يعني كان مثلا في بره كان عصبي، في لما نخرج عصبي، لا يهتم بالاصدقاء، يعني نكون صداقات. كلامه كان قليل او منعدم. كان بيحب قوي يلف في الالعاب والسي ديز. كان بيحب الموسيقى بس، وما يهتمش بحاجة بس. فكانت كلها بالنسبة لنا كانت في الأول حياة عادية. لما اكتشفنا أو تنبهنا، لقينا إن دي أعراض من أعراض التوحد. بس بعدين بدأنا نشوف إيه أحسن حاجة تتعمل، كان منها الـ ABA. وعلى طول أخذنا ستبس، يعني إن هو الولد يقعد ياخد جلسات مكثفة في السن ده، تصل يفضل إلى 40 ساعة في الأسبوع. يعني شخص ذو خبرة وعنده خبرة في الـ ABA يديله دروس في كل حاجة، ابتداء من إنه إزاي يتكلم، يعمل أوامر، يبص آي كونتاكت. ابني كان مفتقد للآي كونتاكت، النظر. يكون، يبقى فيه جلسات أسبوعية، يكون أصدقاء، يلعب مع أصدقاء. وده اللي إحنا شغالين فيه حاليا يعني. طبعا تطور بعدها كتير، يعني في شهرين ابني من طفل بيتكلم 5 كلمات إلى فوق 100 كلمة دلوقتي. بقى أكتر إحساس بأخوه وبالناس، لأن بقى فيه لغة شوية. بقى أكتر يعني بيطلب، يعني يستجيب للأوامر. فتحسن كتير definitely يعني في فترة بسيطة جدا. كانت أكتر وأصعب مرحلة مرحلة التشخيص، لأن إحنا كأهل يعني هي حاجة صعبة إن الواحد يتقبل إن ابنه عنده مشكلة، ومشكلة في الوقت الحالي ما فيهاش علاج. يعني العالم لسه ما وصلش لحاجة طبية تتعالج، ولكن الواحد بقى يسمع قصص ويشوف إن في success stories كتير. في أولاد خرجوا تماما من الموضوع ده. أهم حاجة إن هم يتلحقوا في السن المناسب وياخدوا as much therapy ويعني جلسات قوية، يعني 40 ساعة وأكتر. الأهل في البيت لازم يكملوا اللي بياخدوه في الـ ABA. والولد ممكن، ابني تطور جامد يعني، في شهرين تطور جامد. لا، اللي يعني لو في حاجة الأهل لاحظوها، والأم تحديدا لأنها قاعدة مع الطفل طول الوقت، ما تهملهاش وما تقولش لما يدخل مدرسة أو لما يكبر، لا خالص. ومقارنة، صحيح الواحد دايما بيقول ما تقارنش وما تقارنوش، بس احيانا مطلوبه المقارنه، خاصه لما الولد يبقى متاخر كتير في الكلام، في سلوك غير عادي متكرر كتير بيكرره كل يوم. يعني احنا طول الوقت في المولز بنلاقي اطفال بيلفوا بيلعبوا، بس لما بيلف كتير، بيلعب مثلا في لعبه معينه كتير، حاجه بتبقى زياده. يعني انا ابني كان مدمن على الكمبيوتر، طول الوقت قاعد على الكمبيوتر يشوف الصور 24 ساعه، فده كتير. لكن لما مره نقول عادي، بس اكتر من كده كتير. فلا يعني ما يهملوش الحاجات ديت خالص، ويروحوا لدكتور واثنين وثلاثه لغايه ما يعني يتاكدوا من المجتمع. يعني تعامل ازاي
لا كتير. لازم اول حاجه المجتمع يوفر، يعني المدارس تبقى مهيئه لاستقبال الحالات، لان في كتير منهم ممكن يتحسنوا، في كتير منهم ممكن يخرجوا اذا لقوا في مساعده من المدارس ومن البيت، والناس بقى تتفهم. يعني انا حصل معايا موقف كان صعب، رحت اعمل ابني تحليل دم عادي، كان يعمل عمليه عاديه، فالممرض ابني رفض كاي طفل يعني ان الابره تدخل، فقال لي ده طفل متوحد. طبعا كانت قاسيه يعني، حتى والده يعني اتزعق لهم يعني ان ده ما ينفعش، لازم المجتمع يتقبل طفل متوحد. صوت هو طفل ذكي، طفل متوحد طفل ذكي وبيفكر، وكل موضوع ان سلوكياته غريبه، المفروض المجتمع يتقبل السلوكيات دي. انا ممكن تروح، ممكن تروح فعلا، ممكن يبقى هو شاطر في حاجه معينه، بس الاختلاف ان هو بيبقى شاطر في الحاجه دي بس، يعني هو الحاجه اللي بيهتم بيها بيبقى شاطر فيها جدا، بس هو ما بيهتمش بحاجه ثانيه. يعني اخوه بيهتم باي حاجه، اديت له لعبه دي بيهتم بيها، اديت له مثلا كمبيوتر يهتم، ابني الثاني بيهتم بحاجه معينه بيهتم بيها وبيعملها صح، بس هو ده اهتمامه، باهتمام محدود. انا بالنسبه لي مش مشكله، از لونج ان الولد بيتحسن بيتطور يعني مش مهم، لان في تحسن بيحصل وفي تطور، ومع الثيرابي مع تفهم الاهل مع تفهم المجتمع ممكن يخرج الولد.